دلال، انت قلتي واحدة صاحبتك بعتت فويس مسج لشخص ما انت مرتبطة بيه بالظبط كده، بصوتك، يعني بصوتي وانا يعني ايه، يعني ده قمة حصلت الخيانات. والله. خيانة ده، عايزة اقولك انه يعني ده فويس نوت ومسجز فورورد، ووقعت وقالت كلام ما حصلش وما حصلش وما اتعملش، يعني قامت ألفت بكل الواجب ألفت، بس في الاخر البني ادم ده جه صدق. قال لي لا، هو صدق فور اوايل، بس في الاخر جه قال لي حصل واحد اتنين تلاتة طب هو كده محترم، ووراني. اللي ما بيصدقش وبيعمل عقله ممكن بالظبط، نتفاهم معاه. ما هو ده بقى وده نادرا انه يحصل على فكرة، ان حد يجي ده معناه ان البني ادم اللي قدامك ده فعلا كان بيعزك او ليك صح، عنده معزة خاصة. وان هو عنده يعني حكمة في الحكم على بالظبط، الاشياء. والتيك كير، خدي بالك علشان برضو دي اذتك. طيب واجهتيها؟ لا لحد النهارده عملت لها بلوكات ولا كانها موجوده ولا فارقه معايا، ممكن تسامحيها ولا صعب لا بصراحة؟ يمكن، في ناس ما لا عندهاش يمكن. القدره على المواجهه وعلى العتاب، حتى فويس مسج زي اللي بعتتها رباب لصاحبتها انا ما اقدرش اعملها، ما اقدرش اعملها، مش عشان انا اضعف، عشان انا اعلى من اني ارد عليها بطريقتها او حتى بيني وبينها. وانا براعي في كونسبت كده، يعني برضو في حاجه اسمها العيش والملح، في حاجه احنا إذا كلنا مع كان بعض، هي هي ولا ما راعت، هي ما اعترفت. بتراعيش، بس انا بتكلم، ما مش بيراعوا حتى ده، انت اكلتي في بيتي وشربتي في بيتي وقعدنا يعني مع انت بعض، عايزة تقولي ان افضل ان انا ما اعملش الناس بالمثل، اعامل بالاصل. بالاصل بس لو حد ما بلا ده مع اصل، الناس الادميه. انت بتتعاملي انت مش باصلك بس هو هتعرفي بلا تعملي، ما اصل هو انت مش هتعرفي تنزلي لمستواها وتعامليها تقطعي، بمعاملتك، انت تقطعي خالص، ولا تنزلي يعني ولا مش ه... تطلعي. انا مش ايوه هعرف ايوه انزل فعلا، اللي هو لهذا المستوى الرديء. ايوه، بس بتاخدي شكرا خلصت، لقد نفذ الرصيد، ولا بالظبط، ممكن يبقى الباب مفتوح انها تدخل تاني؟ لان لا كمان العتاب، خالص بقى، العتاب انا يعني ريسنتلي انا ابتديت اتعلم انه لا مجال للعتاب ولا مجال للصلح وان احنا والدخول نسامح مرة تانية. انا لانه ما فيش وقت، بس يعني كان هنفضل نسامح لغاية امتى؟ عايز ما هو اسأل اللي حصل هيحصل تاني وتالت ورابع. عايز اسأل سؤال في حتة التسامح. هو تسامح يعني لازم ترجع تاني؟ لان انا بصراحة كل حد عمل حاجة وحشة فيا ما انا سامحتوش. بقول له لا، انا بقول له ده انا بسامحك، ده انت علمتني درس، لولا انا ما كنتش بقيت النهارده كويسه او قادره امشي في حياتي. مش شرط ان انا اسامحه ان انا يخش في حياتي، ولكن كل حد عمل فيا حاجه يعني انت وحشه. بتتسامحي عشان نفسك؟ اه طبعا، عشان اه انت طبعا، تتعافي. علمني طبعا. هو خلاني اتعافى، اداني السم واداني الايه اللي هو بيقولوا عليه ايه، الدواء، الدواء والدواء. الدواء، الداء والدواء. علمني حاجه النهارده، لو ما كانش حصل الموقف ده انا ما كنتش النهارده بقيت فاهمه اقول ايه وما اقولش ايه، استنى على الشخص كام موقف علشان احكم عليه. لان احنا، انا مشكلتي كنت اقعد قاعده مع حد احكم عليه، انت طيب، انت لا، انت مش من أول لحظة كده بالظبط، خلاص. لانه انا فاكره كل الناس بتفكر بطريقتي وده مش صحيح. في حتة برضو عايزة أقولها بعد إذنك، العلاقات اللي لما تبتدي قوية قوي وحميمة ويبقى فيها ود واتصال وتقارب كتير وكده، all of sudden ممكن تقلب بسرعة جدا، يعني مش اللي جاي عليكي بمحبة بتضحك وبتدعي لك وبتساعدك وبتفضل كده، يعني ما تقدرش تستمر كده طول الوقت، يعني ننتبه لفكرة ان حد يقبل عليك كده إقبال بقوة شديد. ويدخل في حياتك فجأة. ولو ان في ناس بتبقى حقيقية، بس في ناس كمان بتبقى مزيفة.